اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد. تجربة اليوم المطعم شاروما. هذا المطعم انا طايح في غرامة، مطعم شاورما بس عنده بيتزا عظيمة، ولازم تنتبه لكتابته اذا جيت تدور في تطبيقات التوصيل، لان شاروما مبدع، اسعارها حلوة. خلونا نشوف نجرب ونقول بسم الله. طيب احنا قلنا مطعم شاورما، فهذا اول شيء معانا اليوم، واللي تتوقعنا شاورما ولكن حلقات البصل. نعم يا عزيزي المتابع، هذه حلقات بصل. عندنا شغل اليوم، فلازم بيبسي دايت مع الدنيا هذه كلها. تقدر تشوف هذا الباربيكيو صوص تغطس فيه حلقات البصل الجميلة. شوف اللمعة، شيك لي على اللمعة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. محل شاورما، بدينا معه بحلقات البصل العظيمة الجميلة. نروح نخش نشوف اللي بعده. يعني أكيد 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 خبز الثوم اللي بنلقى عند مطعم شاورما زي ذا. لأن داري أن هذه لها علاقة في البيتزا. هذا الشيء هو اللي عجبني في هذا المطعم، كده تحس أنه متخصص بيتزا وشاورما بنفس الوقت، فعجبني جدا هذا الشيء. تشوفون هذه خبزة الثوم، والخبزة عليها الثوم والجبنة الجميلة. نقول بسم الله. طبعا اللي بتشوفونه معنا اليوم ما هو المنيو الكامل، هذه اشياء محدده انا اخذتها من هذا المنيو. حبيت انوه عن هذه الشغله قبل لا نخش في الاشياء الباقيه. خبز الثوم جميل، الجبنه اللي عليه جميله، ولكن مساله الثوم ما حسيت فيها مره قوي، خفيفه بس انها لذيذه ولطيفه، يعني شيء حلو تتوقعه من محل شاورما. خلونا نخش على الشيء اللي بعده. هذا لا علاقه بالشاورما، هذه فطيره، وهي فطيره الشاورما. نقول بسم الله. شوف المطه والجبنه، طبعا انك ماخذها من عندهم بتكون تمط اكثر من كذا واحر من كذا، ولكن الى الان مقبوله. يا عيني شوف الجمال، فطيره الشاورما. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شاورما صوصات مختلفه، جبنه تنمط، ابداعات. نديله صوص. يا عيني يا عيني، بسم الله. صوص ايطالي وشاورما مدري شلون قايله، فطيره، شيء لخبطك ولكنه جميل. البوكس اختلف عليك، فالاشياء القادمه مختلفه شوي. هذه المفترض انها فطيره، يا فطيره جبن يا فطيره بيض. الغريبة ليش انا مستغرب انه في ثنتين تشبه بعض، هذه جبنة تشوفها بس ان البيض هل بحس فيه ما ادري. خلونا نستكشف. بسم الله. عجينة خفيفة مقرمشة وقاسية شوي، فهل معقولة هذه بيض او ذائقتي ضايعة؟ لان هذا شيء ثاني، واحدة منهم مفروض بيض واحدة منهم جبن، الفرق بينهم هذه أسمك شوي. خلونا نشوف هذه كيف. أنا لازم أتأكد أنا وش طلبت. فطيرة بيض فطيرة جبنة، صراحة أحسهم كلهم نفس الشيء. هذه الجديدة وهذه اللي أكلناها قبل شوي، ما أنا قاعد أفرق بينهم، بس هذه أحس أنها أطرى شوي. نكهات ما أحس فيها اختلاف شاسع، أنا هنا ضعت صراحة، ما في أي اختلاف شاسع. نجي للشيء اللي بعده، هذا يا طويلين العمر والسلامة، بيتزا مارغريتا من محل الشاورما. يا عيني أنا صراحة أحييهم. شوف العجينة، شوف الطبقة اللي تحت، شوف السماكة كيف حلوة. شوف شوف الله الله جمال. بسم الله. يا اخي عجينه دبيه جميله وسلسه جدا، ما تقدر وشك في حياتك تستمتع فيها كبيتزا من محل شاورما، عظيمه خرافيه. والاحلى منها لو تاخذها على طول حاره من عندهم في المحل، ليفل ثاني. وهذا للامانه من المطاعم اللي اتردد عليها كل فتره وفتره، اذا قفلت كل المطاعم يبقى مطعم واحد صامد لذيذ، ثقيل على المعده خفيف على الجيب، اللي هو شاروما. طيحنا فيه واحد من الشباب قبل ما ادري كم سنه، انقطعت عنه فتره، رجعت له من جديد، طيحت الشباب فيه اخر فتره،
جاء يوم كذا قفلت المطاعم يلا خلينا ندور، قلت لهم عندكم مطعم تذكرته. فجأة صرنا كل أسبوع قاعدين نطلب منه، نشبنا فيه فترة الحين. آخر مرة أمس قبل التصوير. شيء ما يوقف. وأخوي على فكرة توني مطيحة فيها. يعني شغل هالبيتزا دي مو بصاحية. بس طبعاً شوفون أصبعي يلمع من الزيت اللي في هذه البيتزا، فهي من نوع اللي مليانة زيت. نجي للي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بيتزا الشاورما زي ما أنتم شايفين. شوفون بيتزا العجينة الجميلة اللي تكلمنا عنها قبل شوي، الجبن مارغريتا صوص وشرائح شاورما زي ما انتم شايفين، وعليها كلها باربيكيو صوص. بسم الله. الله حق انا ذقتها قبل ما كانت جاهزت لي مره، لكن اليوم احلى. فمكس بين الشاورما والبيتزا لذيذه، تحس خاصه شرائح الدجاج حقت الشاورما تجيك مقمره، تحس فيها خاش على نكهات البيتزا برصوص باربيكيو على مارغريتا على الدنيا الحلوه اللي فيها. حبيتها طبعا. الشيء اللي بعده بابروني. بالله هذه بيتزا بابروني تشوفها من مطعم شاورما. انا احس مطاعم شاورما في شكل معين من البيتزا ممكن تشوفها عندهم، كثير منكم بيفهم وش انا اقصد. بس هذا المطعم يقول لك انا بنزل لك بيتزا زي المطاعم الثانيه. عجينه يا جمال ويا جمال، شوف شرايح بابروني. لأن حتى مطاعم شاورما اللي تسوي لك فطاير وبيتزا تحس ان البيبروني حقه مو بيبروني، ما تدري وش هو، بس انك تاكله مبسوط. بس هذا لا، نفس مطاعم البيتزا الثانيه. بسم الله. واو هذه اسطوريه. العجينه نفسها انك تاخذ كلاسيك ولا بان، لا تاخذ الرقيقه. انا ما احس الرقيقه تناسب حقتهم، او اني ما قد جربتها صراحه. انا مبسوط مره على عجينتهم هذه الدبيه. طبعا انا اكل مع العيال ذاك اليوم، وش كانوا يقولون؟ يقولون العجينه والبيتزا هذه نفسها تذكرنا مطعم ثاني، وش ما ندري، يعني جازوا يحددون وش المطعم اللي يذكرهم بنفس الطعم، ولكن الاكيد انه احد مطاعم البيتزا الكبار. فمحل شاورما بسيط كذا في حاله، ما له مال الناس، حتى اذا جيت تطلبه من التطبيقات اليوم طريقه كتابته صعبه، يوم جيت اطلبه اصلا كانت صعبه علي، وزبطت انك تكتب شلون؟ شين الف بعدين الف عليها همزه، عشان يمكن يطلع لك في التطبيقات، لو تكتب شاروما على طول تنسى الهمزه ما يطلع في التطبيقات. هذه نصيحه اذا كنتم تشوفونه يا شاروما، ترى في صعوبه شوي انه يطلع اسمكم في تطبيقات التوصيل. وكم فتح له ظهر 3 فروع، كل فتره يفتح له فرع كذا طارف. ولا حول احد له محبينه، ما يبحث عن الشهره او ان اعلانات ودنيا وزحمه، لا، من المطاعم اللي ناسه اللي تجيب له زباين، وانا واحد منهم صراحه. عجبني جدا، بسيط وعظيم وقوي. يعني تروح له تعرف اللي تحس انه مساكين في حاله، بس تروح تلقاه فلته. هذا بيتزا خرافيه تطلع منه ما تتوقعها ولا 1%. طبعا نجي لاخر شيء ايها الساده، بما ان مطعم شاورما فاكيد احنا طالبين شاورما عربي. هذا البوكس كبير، تاملوا الجمال، تاملوا الشاورما. الشاورما حقتهم لاحظت ان صوصاتها يعني ما تجيك العاديه، حاطين سوهم عليها اضافات من عندهم. خبزتهم مره رهيفه مره نحيفه، فانت على طول على الدجاج والبطاطس والصوصات. خلطتهم مختلفه، فيها فرق عن الشاورما العاديه اللي تاكلها، بس مقررين انهم يتميزون بهذا الشيء. بسم الله. دسمة، يعني لقمتك مليئة بالأشياء اللي جوا الشاورما أكثر من أنها تكون خبز. بعض الشاورما تأكلها أغلبها خبز، يلا تصل الدجاج والصوصات والدنيا اللي فيها، لكن هذه لا، العكس تماما. مبدعين يا أخي. حتى الثوم اللي فيها ما تحس أنه ثوم مرة قوي، طبعا ما تحس أنه قوي إلى شبه معدوم للأمانة، أنه مكس بين صوصين، بس لذيذ. هذا أخوي طايح عليه آخر فترة، عاجبة والحمد لله رب العالمين. احس اني مفلل بس ابي لقمه عن الخاطر. تجربه جميله، تجربه لذيذه، مطعم جمع بين شيئين شاطحين عن بعض، واللي عنده مميز في الثنتين، لا من شاورما ولا من بيتزا. عظيم ومبدع مبدع مبدع. وهذا من المطاعم اللي تفك لك ازمات اخر الليل اذا قفلت كل المطاعم تلقاه فاتح. انا ما ادري اذا في تطبيقات التوصيل بيكون فاتح، ولكنك تقدر برضه تروح له، وانصح اذا تقدر تروح له تصير تاكل بيتزاتك والامور هذه عنده على طول بالسياره، اهم شيء انها تكون حاره في وقتها. بس والله هذه كانت تجربتنا لهذا المطعم اللي لي فتره شبح له خارج اضواء السوشيال ميديا. ففي السوشيال ميديا بعد لكم حق انكم تعرفون عن هذا المطعم شاروما. من زمان عن الكميات هذه، فأحس جتني دوخة. سلام.